أسعد الله مساءكم مشاهدينا مشاهدي قناة سما الفضائية. إذن اللجنة الفضائية العليا اتخذت قرارها بتمديد الانتخابات للمجالس المحلية حتى الساعة 9 من مساء هذا اليوم. كما تلاحظون ما زال الإقبال جيدا حتى هذا الوقت لمن لم تسنح له الفرصة بالإدلاء بصوته خلال فترة النهار. معنا هنا سيادة القاضي رئيس اللجنة الانتخابية في محافظة طرطوس، يعطيك العافية. مساء الخير. تحكي لنا شوي عن وضع الانتخابات في الفترة النهارية. طبعا كما تعلمون صدر المرسوم 216 لعام 2022 بتحديد يوم 18/9/22 موعدا لانتخابات مجالس الإدارة المحلية، واللجنة القضائية اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وصولا لهذا اليوم، حيث بدأت الانتخابات الساعة 7 صباحا بحضور اللجنة القضائية وحضور المحافظ، وتم التدقيق في مسألة الصندوق والتأكد من سلامته وخلوه من أي ورقة في الصندوق، وذلك بحضور بعض المرشحين وبعض وكلائهم وبحضور بعض وسائل الإعلام. وبعد التأكد من السلامة تم قفل الصندوق والبدء بالعملية الانتخابية التي استمرت حتى الساعة 7 مساء، حيث صدر قرار اللجنة القضائية العليا بالتمديد لمدة ساعتين. هل هناك أي اعتراضات سيادة القاضي تقدمت حتى هذه اللحظة؟ بالتأكيد توجد بعض الاعتراضات الشفوية اللي بتتعلق بحالي أو ما، كله تمت معالجته في حينه، إلا أنه لم يسجل أي اعتراض خطي على سير العملية الانتخابية. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا تغلق الصناديق عند الساعة 9 من مساء اليوم لينتظر المرشحون صدور نتائج هذه الانتخابات عن محافظة طرطوس عن عدد المقاعد 1178 مقعدا انتخابيا. كنت معكم أنا علي الكنج لقناة سما من محافظة طرطوس.